من جامعة الجزائر إلى جامعة البليدة، تحديدا جامعة البليدة 2 العفرون علي اليونسي، اللي هي كذلك فتحت الموسم الجامعي الجديد 2018-2019 للحديث عن مختلف النشاطات التي أقيمت هناك. يحضر معنا واحد من الطلبة النجباء على مستوى الجامعة ورئيس نادي الإعلام التابع لجامعة البليدة 2 عبد الرحمن بعوني. صباح الخير. صباح النور لك محسن ولكل المشاهدين. مرحبا بك، بداية موسم جامعي موفق كطالب جامعي. كذلك احنا نحكي على نادي الإعلام اللي راح يبدأ نشاطاته بمناسبة السنة الثانية لإنشائه يوم 17 أكتوبر بحول الله، لكن نرجع إلى الحدث اللي كان الأسبوع الفارط وهو الدخول الجامعي. نعم، كان افتتاح الموسم الجامعي. الوزير قال الافتتاح يكون في 9 سبتمبر إن شاء الله. احنا استنينا حتى هدأت الأجواء يعني وترتبت كل الأمور على مستوى الجامعة، وكان الافتتاح على مستوى الجامعة يوم 17 من سبتمبر. الافتتاح كان على شرف طلبة النجباء المتفوقين في الدفعات السابقة اللي موجودة برومو في ليسونس والماستر، وأيضا كان على شرف الأساتذة اللي ترقوا رتبة الأستاذية يعني البروفيسورة. كان الحفلة على شرفهم بحضور السيد ولي ولاية البليدة وأيضا مستشارة الوزير والعديد من النواب وأعضاء مجلس الأمة اللي أبوا إلا أن يساهموا في تكريم الطلبة والأساتذة. صحيح، جميل جدا انه نعرفوا انه احنا بالعاده التكريمات تكون في نهايه السنه، لكن شيء جميل انه مبادره طيبه من طرف جامعه العفرون جامعه البليده 2 انه تقوم بهذا التكريم في بدايه الموسم. هذا يحفز لانه اكيد المدرج كان مليء بالطلبه. شيء جميل هذا التكريم، راح يعطي دفع ونفس قوي لهذا الشباب باش يقراوا، هما كذلك يوصلوا يتحصلوا على شهادات. صحيح. بعد نهايه الموسم. حطوك علما محسن انه جامعه البليده 2 منذ نشاتها كانت في المرتبه 107 وطنيا. صح. ومن ثم انتقلت الى المرتبه 77، وهذا الموسم راهي في المرتبه 38. المرتبه 38 هذا تحسن ملحوظ بوقوف مدير الجامعه البروفيسور خالد رمول وكل الطاقم الاداري وعمداء الكليات اللي دائما واقفين وساهرين على تطور مستوى الجامعه محليا وان شاء الله لما لا دوليا. نشوفوا باللي هذا الدافع وهذا التكريم اللي يكون في بدايه الموسم حيكون عنده دافع اقوى من يكون في التكريم في اخر سنه. صح. لانه هذا طالب راه تكرم في بدايه الموسم حتى تعطي له الدفعه خلاص يلا عليك بالمواصله. صحيح. شيء جميل. احنا نحيوا مدير الجامعه جامعه البليده 2 وكل مدراء الكليات فيها روح شبابيه. هل من جديد، هل تخصصات جديده فتحت هذا الموسم الجامعي ولا هي نفسها التخصصات اللي كانت؟ لا نفسها مصر. بالنسبه الجديد في كليه في العنا هي ربما بالنسبه للقطاع الخدماتي فقط، مقاعد بدغوجية جديدة وأيضا مطعم مركزي جديد وأيضا مكتبة مركزية جديدة، وفيه مشروع تاع مركز تجاري يكون داخل الحرم الجامعي. راهو طور الإنجاز إن شاء الله. هذا واش كان جديد في حين عدد الطلبة زاد 5000 طالب هذا الموسم ما شاء الله. أكيد أنت من بين طلبة جامعة البليدة 2 وكذلك رئيس نادي الإعلام، هذا النادي هو معتمد من طرف الجامعي، واش كان دوركم في يوم افتتاح الموسم الجامعي؟ تكفلنا في يوم الافتتاح هذا، ساهمنا في التنظيم يعني كنا واقفين على التنظيم وعلى استقبال الضيوف تاعنا، وايضا تكفلنا بالتنشيط يعني تقديم الحفل كله وبالتغطيه الاعلاميه كوننا نادي اعلام وعندنا قناه الكترونيه وايضا نعمل بقناه الجامعه قناه جامعه البليده 2. تكفلنا بالتغطيه الاعلاميه وقمنا ب يعني تصريحات مع الضيوف تاعنا وشفنا الاراء والاجواء كيفاش كانت. يعني عمل ميداني 100%. اللي حاب يشوف هذه الروبورتاجات هذه التغطيه وين؟ اكيد عندنا صفحتنا على الفيسبوك نادي الاعلام جامعه البليده 2 ولا قناتنا على اليوتيوب ميديا تي في. اكيد يدخلوا باش يشوفوا الاجواء كيفاش. نعم. كانت هو بدايه موسم جامعي جديد، اكيد فيه الكثير من الجد والاجتهاد من الدراسة وكذلك النشاطات اللي تكون على هامش المحاضرات وكذلك الدروس التطبيقية. نادي الإعلام من أنشط الأندية على المستوى الوطني وتحديدا في جامعة البليدة 2، وش هي أهم الخطوط العريضة لبرنامجكم هذا السنة والنادي هو على أبواب إطفاء الشمعة الثانية؟ نعم. يعني عامين من الجهد الآن وليتوا تعرفوا، ولات المواعيد بالنسبة للطلبة معروفة المخصصة بنشاطات النادي. صح، كاين أبرز نشاطاتنا هو مسابقة مذيع الجامعة اللي حتكون هذا الموسم إن شاء الله في شهر فيفري الطبعة الثالثة اللي حتكون وطنية بإذن الله تشمل كل جامعات الوطن بعد نجاح الطبعة الأولى والطبعة الثانية اللي كنت حضرته وشرفتونا. صح. أكيد. والنشاط على القريب هو عيد ميلاد النادي يعني يكون يوم 17 أكتوبر إن شاء الله. صح. تزامن يعني مع اليوم الوطني للصحافة اللي حيكون في 22 أكتوبر. صح. يعني أسبوع الصحافة.
راح يكون فيه عيد ميلاد النادي اللي حنقدموا فيها الاعضاء الجدد النادي، وحنقدموا فيها المشاريع وبرنامج النادي خاصة اللي يهتم بتكوين طلبة الصحافة بدرجة الأولى من خلال رسم سلسلة من الدورات التكوينية اللي كنت قد أشرفت على واحدة منها في الموسم الماضي. صحيح، أنا كنت شرفت وحضرت يعني الجامعة البوليدا 2. شيء جميل أنه النادي يعمل على تنظيم دورات تكوينية للطلبة، لأنه نعرفوا أنه في الجامعة أكيد دروس أكاديمية تقدم. الجامعة الجزائرية خرجت أكيد إطارت في شتى المجالات وحتى في مجال الإعلام، كما جامعة الجزائر 3 كلية علوم الإعلام والاتصال. وشي جميل أنكم في كل مرة تقوموا بدورات تكوينية للشباب، تجيبوا أسماء اللي عندهم خبرة في الميدان، مش هكا طالب يدير مقارنة ولا يطبق الشيء اللي يقراه في المدرجات. صح، يعني احنا اهتمينا بهذا الجانب، لأنه غياب الجانب الميداني راح يكون عائق على الطالب بعد تخرجه. هذا من هذا الباب انطلقنا وشفنا باللي كانوا عندنا ضيوف يعني ثقال في الساحه، مثل اعلامي مرتبطه جين، مثل كاين بزاف ضيوف. مؤخرا فقط جانا ريان، المنشط ريان دحماني، منشط التلفزيون الجزائري، نحيوه بالمناسبه. جونا صحفيين كبار قاموا بدورات تدريبيه تكوينيه باش يقربوا هذا الطالب من الميدان بدرجة الأولى. يعني طالب مجرد أنه يتخرج من الجامعة ما تكفيش هذيك الشهادة ليسونس فقط مجرد ورقة، وإنما يكون بجعبته، يكون عنده عفسة من الميدان، هل يدخل لهذاك الميدان ما يدخلش أنه غريب على الساحة وهو طالب إعلام. صح، وشيء جميل كذلك أنه هناك حتى اتفاقية مع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، مديرية التكوين، ورانا نشوفوا الطلبة راهم يجوا يقوموا بتربصات ميدانية كما العام اللي فات، وإن شاء الله هذا العام يقوموا بدورات تكوينية هنا على مستوى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وتحديدا مديرية إنتاج البرامج. أكيد احنا كمؤسسة نفتحوا البيبان للشباب وحتى نجوا للجامعة إن شاء الله ونقوموا بالواجب. شيء تحب تقوله في الختام عبد الرحمن الكامل اللي راهم يشوفوا فينا، وخاصة طلبة ربما اللي ما يقراوش هذا الصباح يشوفوا فينا؟ إن شاء الله نتمنى لهم موسم جامعي موفق، موسم جامعي يكون مليء بالنجاحات. نقول لهم العفسة الأولى اللي يركزوا عليها ولا النقطة الأولى اللي يركزوا عليها اللي هي الدراسة تاعهم، يعني يكون عندهم تحصيل علمي، بعدها يتفرغوا للنشاطات ويتفرغوا للتكوينات ويعرفوا يوفقوا بين النشاطات تاعهم وبين حياتهم الخاصة وحياتهم الدراسية إن شاء الله. أنا نحييك عبد الرحمن، أنت مثال للشاب والطالب الناجح كرئيس نادي الإعلام، وكذلك نحيي من خلالك كل إطارات جامعة البوليدة 2. يعني كنت زرتها وشفت سيد عميد الجامعة خالد رمول كيفاش فاتح الباب للشباب. صح، ومساندكم يعني في النشاطات اللي تقوموا بها، هذا الشيء يخليكم أكيد تزيدوا تقدموا. صح، دائما يعطينا دفعة قوية. ما عندوش مصطلح ليلة كامل سيد مدير الجامعة، دائما ونقبلوا أي حاجة فيها فائدة للطالبة ولا للجامعة ولا حتى للوطن، يا مرحبا، دائما أبوابه تكون مفتوحة. ومرحبا بكم في برنامج صباح الخير الجزائر. كل ما يكون عندكم موعد، اكيد الموعد حيكون يوم 17 اكتوبر ان شاء الله بمناسبه الموسم الثاني لنادي الاعلام بجامعه البوليدة 2. العفرون علي لونيسي كان حاضر معنا هذا الصباح، الطالب ورئيس نادي الاعلام عبد الرحمن بعوني. نبقاو دائما مع الاجواء، اجواء الدخول الجامعي.